طبعا الهام تعبانة وحامل، مفيش فايدة، عايز ياكل، عايز افطر، كل ما فطرتش يا ترى. جاب الزيت، حط حبة زيت على شوية بصل أخضر قطعتهم. طبعا بقى يعني على حسب دماغي جدا، شغل النار طبعا. صحى الصبح بدأ كلب بكح، تألف البصل بقى وانا مش شايف قدامي اصلا. ورحت بقطع نص قرن فلفل كده لقيته في الباسكت بتاع الخضار، قطعت شوية طماطم. انا كنت رايق يا جدعان ومرتاح، بس عادي بقى، تغيير تغيير. ما احنا برضو كام سنة كده نشوف مرتاحين، وبعد كده كام سنة نغير كده بقى ونتجوز شوية بقى. انا حطيت الفلفل اللي كان بيجري في طريق على السرير، دلوقتي بقوم محضر الفطار. بس عادي برضو يعني، ما هو محضر لي فطار يعني، ما فيهاش مشاكل يعني. انا بحسبها كده عشان ما تعقدش بصراحة. رحت جايب شوية توم، ما انا بعك بقى، ورحت قعدت بقى ايه، قطعتهم بالسكينة وبتاع، فرافيت فرافيت فرافيت. وليت كمان شوية طماطم كنت مقطعهم جاهزة، بس لما البصل بقى يخلص والفلفل. وأنا كان نفسي أعمل حاجة حلوة يعني، بس مش عارف بقى يعني، هي ما طلعتش حلوة. طلعت حلوة، أنا بعمل وأكل وخلاص أنا والعيال. يعني أنا بصحى الصبح كده مش فاهم حاجة. طبعا بقى لما الواحد يتجوز وبقى في عيال، بقى في زحمة، الواحد مش فاهم يروح فين، بيتلخبط، بخش المطبخ كده غريب. انما من زمان ما كنتش بدخل المطبخ خالص، او تايه يعني عشان الاقي قدرة ولا حاجة اكبش بيها. مش هتنفع، دي كبيرة كبيرة كبيرة. ارجع 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 يا عم، سمك لبن طبر هندي اللي انت بتعمله. قعدت بقى اقلب، خلاص هي قربت تتظبط. اول ما تتشوح هي دي زي ما كنت بشوف امي بتعملها، بس بقى ايه، بتعملها مثلا بفول بتاع. انا بقى ايه، انا لازم برضه اعك برضه، ما انا برضه اللي نفسي اعك زيكم. رحت ايه مظبط البصل، بس يا عم انا زهقت لك يا عم، انت ايه بتقعد تقلب في 50 سنة؟ انا سرع الحتة دي بقى، ولا ده خلاص جه التومة. رحنا بقى ايه، رحت واخد التوم عشان ينزل في الاخر عشان ما يتحرقش، ليه البصل بياخد وقت اطول منه. ما انا فهمت المعلومه دي، بس كنت الاول بحط التوم كان بيخرب الدنيا. ودلوقتي كده انا ايه، رحت حاطط ايه شويه التوم بقى وظبطهم بقى مع شويه البصل بعد ما نزلوا وتشوحوا، وابتديت اكمل تشويح. شوحيني يا بصله، شوحيني يا تومه. الصبح بقى الواحد بيبقى رايق وبتاع، في طاقة لسه بقى يعمل أي مصلحة. بس أنا بصراحة بقسى عليه شوية في القلاية، ما بحبوش صاحي كده البصل، بحس إنه أبيض كده، بيبقى طعمه مسمن كده، ما بيبقاش حلو. وقلت رحت واخد الطماطميتين المقطعين اللي لقيتهم في سبت الخضار، ورحت رايح شقلبهم فوقهم أهو، ورحت إيه مدي بقى التقليبة المحترمة. وانا كده فكر ان انا بعمل حاجه يعني برضه طعمها حلو يعني، بس مش عارف بقى هي اسمها ايه. انا حاولت ان انا يعني استرجع ذكرياتي، ما افتكرتش اسمها، بس افتكرت هي بتعمل ازاي. طبعا قلت بقى اللي بعمل الموضوع جامد، بس لو لوحدي صدقني والله يعني، صدقني والله انا لو لوحدي مش هعمل الكلام ده كله. بس انا بقى قلت اعمل سربرايز بقى الهام، خلاص في الشهر الاخير وحامل بقى في سراج وبتاع، هتولد قريب. هي اصلا ما بتتحركش عشان خاطر الحمل بتاعها صعب المره دي. فطبعا بقى ايه يعني، قلت برضو اعمل اي لافت كده يعني. خلاص الطماطم بدات تدوب وبتاع. على فكره انا بعلمكم علشان خاطر انتوا كمان برضو لما تتزنقوا زي كده تعرفوا تعملوا. انا كنت الاول ما بعرفش اعمل شاي. ركزوا، انا اخري كان بعمل السلطه من 30 سنه وانا بعمل سلطه. دبست بقى وبقيت بعمل الحاجات دي.
وانا انصح اي حد عزبنجي برضو ان هو يقعد كده يتعلم مني، عشان انا قدوه للعزبنجيه مع اني متجوز. بس انتوا عارفين بقى اللي متجوز ومراته حامل بيبقى عزبنجي نص نص يعني. المهم يعني ربنا يجيب سراب بالسلامه كده ويقول لنا الهام، تبقى هي اللي تقوم بقى بالادوار دي كلها. رحت مفقش البيض، قعدت فقشتها بيضه بيضه، وبعد ما فقشتها بقى رحت ايه مديها التقليبه الظريفه الحمبانيسكي. عارفين التقليب الحمبانيسكي؟ هو بس استنى بس ما نخلص، ادي بيضه بيضه. يلا يا عم خلص يا عم، انت بتكسر بيضان المنطقه. ايه ده، انا زمان كنت بكسر البيض كان بتفقش خالص. ده كويس دلوقتي ما انا تقدمت وبقيت بعمل بيض عين. علمت سمير البيض العين. اوعى 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 الفحت اللي يجيبك تحت. وقعدت بقى احط شويه التوابل على البيض عشان برضو، والملح ومش عارف ايه عشان يبقوا حلوين يعني لزوزين كده يعني بودابو مش ما يبقوش قلب. طبعا انا صاب البيض دلوقتي راح عمال اقلب في البتاع هناك اهو بس كده. دوتها خالص دبلتها، ورحت ايه جايب البيوض البضابيط. خلاص يا عم الموسيقى التصويرية بتاعتك دي، يلا بقى على البيض، يلا روح انت ظلمتني. ونيجي نروح جايبين البيض ونروح حاطين عليه بقى شوية بردوش وشوية فلفل أسود وشوية كمون يعني توابل بقى بظبطها يعني بظبطها. يعني الواد بقى ايه الشيف أبو راك الشيف حمبينسكي. وادي الملح، ملح كوكي كوكو، ملح مش فاكر اسمه كوكيز ولا اسمه ملح ايه. المهم ان انا حطيت شويه ملح، ورحت ايه بقى ضربشهم في بعضيهم، اقلب 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 اقلب. تخيلت ان انا ايه بقى عارفين الخلاط، انا خلاط بقى بري بين بري بين بري بين بين. ظبطت بقى البيض في شويه التوابل. ما انا عايز اعمل اي مصلحه يعني برضه، اعمل لي اي منظر، ما تبقى الولايه تعبانه، ما لازم انا برضه اقوم اتحرك اعمل اي مصلحه بشكلنا كده يعني. الرجاله مش عارفين نعمل اي مصلحه لو سابتنا مراتنا نرقص. لا ما انا لازم اظهر قدامها برضه بمظهر بقى ايه البطل بقى النيو هيرو بقى السوبر كوكيز السوبر طباخ. واقعد بقى اعمل اكلات واقعد ان شاء الله بزات. سيبكوا سيبكوا من الكلام ده كله، في الاخر خلاص انا عايز افطر. من الهرس ده كله مش هياكل عيش، ايه الفايده ان انا عايز افطر؟ قعدت بقلب في البيض واضرب فيه بقى مزاجنجي بقى على الصبح بقى والصباح الروقان. وبرضه عشان خاطر ايه يعني اعود العيال ان في الرجاله بتمضي على نفسهم. ما انت عندك ولاد بقى، المفروض الولاد دي اما بيكبروا لما يشوفوا ابوهم كده ايه بيعمل اكل برضه وامهم تعبانه بتاع، هم يطلعوا برضه رحيمين بامهم برضه بمراتاتهم برضه ويريحوهم. اصل هي الست لازم برضه يعني تترعى يعني، ما هي مش حمار في ساقيه يعني، هي بيطلع عينها بصراحه. فلازم يعني نراعيها يعني بنتنا يعني. ما هو اللي بيتجوز واحده بقى يعني بيكتفي بيها يقوم يحتويها يعني بقى يعيش يتعايش. الرجاله اللي بتتجوز على النسوان دي والله هو بيبقى بالاتفاق حلو، بس هو مفيش ست ابدا اتفاق. المهم خلينا بس في الزيتونه هنا، خلينا في البتاع اللي انا بعملها. قعدنا بقى دربنا البيض مع الـ مع الـ مع الـ الفيسيكوز ده اللي انا عملته. اوعى اوعى بص بغرف بقى بغرف ايوه بالمغارف كده. قلبت بقى البيض على التخديعه الغريبه اللي انا عملتها دي، بس بقى البصل الاخضر بيبقى طعمها غريب بصراحه. انا استكيفت البصل الاخضر، جيت بقى رحت في الاخر جاب شويه البقدونس، لان انا برضو بعز البقدونس مع الطحينه وبعزه مع الاكلات اللي فيها صلاصيل صلصه يعني اللي هي الحاجات المحمره دي، وبرضو بحبها تحت الحاجات المشويه. بنظبط بقى بنظبط كده الدنيا. ايوه رش يا ريس رش. جيت رحت عامل الصينيه دي بقى، ورحت ايه رحت رايح جاب شويه عيش ورحت مقطع صوص. عارفين بقى السندوتشات بتاعت زمان بتاعت المدرسه، ما فيش حل غير كده، اصل انت ما تقنعنيش ان الطبق ده هيكفي اربعه. والله ما فيش الصبح خالص يعني بقى، انا ما فيش دماغي لسه فول وطعميه وبطاطس والكلام ده، ما فيش دماغي. هما شويه البيض كده بس يتعمل مع التخزيعه كده، ونروح معبيين بقى في ايه في سندوتشات بس. وقعدت بقى ايه لفتهم لفه حلوه وطفيت النار وقعدت عبيت شويه السندوتشات يا زميلي، ورحت بقى رايح للولو.
دلوقتي نصحي لولو. لولو يا لولو، الفطار يا زميلي. يا لولو، لا لازم تفطر يا لولو. ده انا اللي اعمل لك الفطار يا لولو. اذا انت شايفه عملت الفطار؟ هخلي يوسف وسمير يهجموا صحته. يا يوسف يا سمير، ها روح نادي سمير، تعالوا هجموا.